السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طار التروني، مؤسس منظمة واللوف البلجيكية وأحد موظفين المركز الثقافي الهولندي في بلجيكا، في بروكسل العاصمة البلجيكية. بارتباطي بالثقافة الفترة الأخيرة، وجدت أن المجتمع البلجيكي يعاني من التعدد العرقي اللي مدير له مشكلة، بما أنهم يتكلموا في أكثر من لغة في دولة ويحاولوا أن يحلوا المشكلة هذه ويربطها ببعض. وجدت إن ما عندناش المشكلة هي بما إن إحنا نفس الثقافة، نفس الشعب، نفس التاريخ، نفس الدين. فسبحان الله، من نعمة انقلبت نقمة بمسميات غريبة دخلت الفترة الأخيرة علينا: بريوش، جبادي، شرق، غرب، فاصوليا، واواوا. وللأسف بعض الساسة أو السياسيين يستخدموا في المسميات هذه لإشعال نار الحرب، وين يبوا لما المصالح تختلف ما تلتقيش. فبما أننا نؤمن بأن سعادة الشعوب بيد الشعوب وتغيير المجتمع من الفرد، فندعو أن نكون وحدة ونبطلوا الأشياء هذه، المسميات أو. أنا مايكو من إنجلند، كونوا يدا واحدة. بونجورنو دال إيطاليا، أنا جورجو، إيطاليا، كونوا يد واحدة. داية. أنا سيمونا من بلجيكا، كونوا يد واحدة. ألو، أنا بيترا، ألمانيا، كونوا يد واحدة. سلام، أنا أموندين من بلجيكا، كونوا يد واحدة. هاي، أنا أخيل من بلجيكا، كونوا يد واحدة. وكل الشعب الفلسطيني بحب الشعب الليبي، بتمنى له مستقبل باهر، لهيك بتمنى أنه تكونوا يد واحدة. نسأل الله ان تكونوا يد واحدة، نسأل الله ان يحفظ ليبيا. والله كنا نحب ليبيا، لكن احيانا يستغلوا فينا حبنا ليبيا هذا لتدوير مصالحهم لا اكثر ولا اقل. يد واحدة، بلاد واحدة.